السلام عليكم. اوف صبر بنشرب. السلام عليكم، معكم زكريا حباز. كاين واحد الجروب سميتو جي تيستي اكادير جو فو ريكوموند، عباره على بزاف ديال الاولاد وبنات اكادير ولا بغاو يزوروا اكادير ولا زاروا اكادير، تنشاركوا اي حاجه عجبتنا في اكادير ولا ما عجبتناش، ماكله، اكتيفيتي، فنادق، قهاوي، بلايص خاصك تزورهم. اي واحد دار شي اكتيفيتي في اكادير تيشاركها معنا. وملي كاينين بزاف ديال الاراء والانتقادات على التاكوس بالضبط، قرر واحد الموديراتور ديال الجروب يدير واحد البوست فيه تصويت على احسن تاكوس في اكادير، وتلقى مع الفكره ديالي اللي حتى عليهم باش ملي نشوف اقبال على شي بلاصه بالضبط نمشي نزورها وندير عليها فيديو. وفي داك الفوت طلع فيرست تاكوس، هو محبوب الجماهير، هو طلع هو الطوب. هضرت مع زكريا داك الموديراتور دار بوست وصاحبي سيمو باش نديرو فيه اول فيديو ديال ديك الفكره ديالي. طرق سيمو من دارهم، مشينا لفيرست تاكوس ولحق علينا زكريا تعطل. صراحه ما كانش كما كنت كنتوقع، جاني بحال شي سناك عادي في الاول. قلت لسيمو باش هذا هو فيرست تاكوس. كنا في طوموبيله، دخلنا هضرنا مع الريسبونسابل تما، طرحنا عليه الفكره وعجباتو بزاف. وبما انني ما كنفهمش في التاكوس بزاف قلت لي ينصحني بشي شنو نشري، ما عرفتش ناخذ، ما عرفتش خصني ناخذ حاجه ما تعجبنيش وما خيبش الظن ديالي. كاين الفريت فوسط الخبز الجيري الجيري كوكتيل ساموراي، لا هادي باربيكيو باربيكيو ليا مايونيز اندامي وضف كلمة أخيرة على تاكوس. شنو نقول في فريت تاكوس ولكن هذا واعر. كلمة أخيرة على تاكوس حبيب شي وحدة. هذه اول كلمه عندي في الطاكوس، ماشي اخر، انا فقط اول مره كناكل الطاكوس عجبني بزاف. هذا سميتو فيرست تاكوس. صحتكم علي خويا، واعر عجبني صحتكم. لحظه شكرا. عندي معايا شكرا. يلا سلامة. كليت اول مره تاكوس ديالهم وعجبني بزاف صراحه، واحد المذاق خاص وفي شكل كل انغريديون كاين سيك في الاخر صراحه. عجبني بزاف، ناوي نرجع عندهم ان شاء الله. واللي بغى يدخل معنا للجروب غندير اللين في ديال الجروب في الديسكريبسيون، وغندير اللين اونسي ديال لاباج ديال الفيرست تاكوس اللي بغى يعرف لي زانفو، واللي بغى بروبوزي شي بلاصه تا يمشي ليها يلوحها في كومونتير في يوتيوب، تطلع في لا فيديو ديال يوتيوب، ولا يغوجوان لينا في الجروب وبروبوزيها للبوبليك تما. يلاه بالسلامه.